سليمان دابا خصك توجد راسك. صافي انا نهار الجمعة ان شاء الله غنخطب لك. واو يا اختي اش كنقول؟ معنا شو وقتي؟ علاش نهار الجمعة غتخطب لي؟ وشكون غتخطب لي؟ هي سليمان باغي فداك غا فلون. ايوا ياك قلنا لك غنخطبو لك لالا عايشة. وانا صيفت للخبر وبديت كنوجد الحلوى. لا 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 اختي لا واقف واقف، ما نسمح لكش تدخل في الحياة ديالي. انا النهار دي نبغي نجوج، انا غنختار المقر اللي نبغي انا. ايوا عادي انا سليمان البلاغة ديالك بس. لا اختي خليني نحترمك، انا ما كانت ملغشي في القضية في حرادي. انا ما فيا ما يجوج دابا وما خصنيش يجوج، وزيدون بديك المغاريك ما غنجوجي. صافي ايوا انا عطيت العقبور في الحلوى، وصيت لك على ثلاثة د السواني د بشكيتس والتواصل د الحلوى. الله يا ربي وش غنعمل بيهم دابا؟ واش نجيبهم للدار ونفطرو بيهم؟ والمرا شني غنعول لها؟ غنتحشم معاها. ربي غتشوف اختي، اسمعني شني غنقول لك. قول لها خاي ما خصوش يجوج، ما عندوش يلقانا، ما بغاش، ما حبش. براسك انتي عملتيها بيديك، انتي فكه. يا سليمان سوتيني وجهي قدام الجيران. ايوا خالتي عايشة استر، ما شفتي مني نهار الجمعة ان شاء الله باش نمشي بحالي، باش نطلع بحالي للجبل. صافي خاطب الله اش عندك العيلة ياك؟ لا باش شقيتي باش نستر منك. ايوا خالتي بارك الله فيك، الله يكثر خيرك، ديك الشي اللي لقيتي معي كلو. ايوا انتي دابا باش يجي الراجل ديالك اللي يعيش معاك، ما يمكنش انا نبقى هنا. يا العجيبة فاطمة، كنية ديالك هي هادي؟ انا نجيبو يسكن معايا هنا. ايوا انا نمشي نسكن عندو زيدون، انتي مشروطة عليا فيما مشيت نعبيك معي. لا خالتي لا، هذاك الراجل ديال الناس، وزيدون انا لا نتكنا بحال اللي مخطوبة. حاول من نهار اللي هدا فيا ما رجع في دار، ما عرفين عطا يدو. يا ودي يا فاطمة انتي ما لا تفكرش يا الحبيبة. ايوا هذا الدار هادي الحقد منه هو، الحقد بنتي وردة. ايوا ما يمكنش انا نسوق الراجل ديال الناس ونسكنو في الحقد بنتي. ايوا طبعا باش نكريها ونمشي نسكن عندو. ايوا هو عندو متوسع، نعبيك معايا الحبيبة والله ما نخمم. ايوا خالتي وإذا كنت باش نقي لك الصدع في الدار ديالك، نمشي نسكن عند خالتي الوزنة ماشي مشكلة. يا العجب حد ما يقدر يسكن معاه، عنده يلقي شي مصيبة العيلة. ايوا وزيد وهي باش دخل الكري. في باش نمشي؟ ديك بنتها مسعورة والله ما نتفكر معاها، وهي عطيها يدك ومنوبة فاين، مالا طيب مالا صب مالا جماع الدار ديالها، الدار ديالها بقفلة خنزة، والله ما نقدر نعيش معاها حبيبة. ايوا صافي شد علينا هذا الموضوع ما نبقيش نجبدو. وانتينا الحبيبة انتي معايا حتى يفتح الله ان شاء الله، حتى نوصلك للدار ديال الراجل ديالي. صباح الخير الاستاذة ديالنا. ايوا اليوم عندك اول حصة. ايوا يلا بالتوفيق. صباح الخير الاستاذ ديالنا، ايكون هاني. والله العظيم انا بحزمة بحزمة، ايكون هاني مضرب حسبة، اليوم خرج منه من الزيت. الله يحفظه السلام، هادي دخلة لهم حزمة بحال اللي قاس دخلة دشطح واقيلة. مضرب حسبة الاستاذ اسماعيل، مخير فيهم ندقدق له العطمين ديالو اليوم. اودي الله يهديك شمن عطوين شمن الدقدق. احنا جينا نعلموا عباد الله، ما جيناش نرعاو هنا يا الاستاذ. الله يهديك ارجع لله. ايوا يلا خليك تلتحق بالصف ديالك، يلا حد موفق. الله الله يا ربي ما يجيش الاستاذ اليوم، يكون عندنا النهارده التحرير نهطونا البلاي يا صاحبتي. ما كرهتش يا صاحبتي شي هطلنا البلاي، انا تشم شنتي لا تشوف البشره ديالي دار الصفرة. ما باينه فيه باينه فيه والله العظيم الا فيه بو صفار. لا يا ودي لا شمن بو صفار شمن بو صفار الله يهديه. انا قيت الخرقوم. ايوا شفت الوصفه في اليوتيوب، قال لك شي واحد لا يقي الخرقوم على وجهه. ايوا وشويه هي الدور الكماله ديالي صفرة. ايوا انا ما بغاش يحيي، ما عندي ما نقيلو، خلي حتى يكشف بوحدو.
السلام عليكم التلمودات، انا الاستاذ ديالكم سناء دهشور، باش نقريكم هذا العام هذا ان شاء الله باش نخرج منكم الزيت الكحله. الاستاذ الزيت الكحله غاليه ما خلصوش شي بالقوال السكر. المعلمة ما عندك شي تما شي مسقطة واحد بالتيخة؟ غطب الله شني هذا المصيبة هذي، السوق كبير عليا وش عباني أنا ملاش لهالشي هذا. إيوا ما عرفك عندك شي بونيتا ولا والو، نهبط شي جويجات في يدي ومن تم نقزنا المدرسة نسقسي على ديك العائلة شقاي. أجرى أوقف أجرى استنى لي مشى. غاطب الله شو لي غوت هيدا كلا يهضروا معي. أجرى ديالنا كما كتشوف شي عيت ما نشير لك عيت ما نعيط لك. هذا انت يا موسى. غاطب الله أنا كنت لا تشوف الجهاد اللي يسحب لي شي حد لا عيطا شي وحيد آخر. إيش عندك هبني بظن يقول عرقاني ياك لابس. وانتينا كتعرف الجو الشرقي شني كيعمل في بنادم ضروري ما تعرق. ايوا تلاقيتك وشني نمشيو نشوفو ليك الدار اللي قلتي غنكري ليه. ايوا شني نهبطو دابا. ايوا ياك انتي كنتي لا تقولنا اختي ماش دكري عندها كاعو ماش دخوي بيها. شني هادشي هذا موسى ماشي الفعيد ولاد الناس. لا يا ودي ماشي غنخوي بها ولا شي حاجه، ولكن عندها ديك شي قديمه خالتي والله العظيم عندها الدار بارده عامره بالغمال. ايوا انتينا كنعرف حنايا ما مسنسين شي كنسكنوا في ديك الديور حالو، المحل باقي مزيون مخير، ولكن الدار عاود شي حاجه قديمه عندها ما كتصلحش والو، وعاد ما عندهاش مفرش خصني نجيب كلشي ديالي انا. ايوا الى حبيتي الدار مزيونه عاو خصك تخلص الثمن مزيون. انا الدار ديالي مصلوحه الحبيب، ولكن تو ماشي دار زعما الغريفه واه فيها الخامه ديالك الله بابو وفيها الالومنيوم. ايوا واللورنيه. ايوا التلفزيون الساعه انت دبر شي واحد ليلك والسلام، نعطيك سليك دا البارابول الدنيا هانيه وخلص لي 20 الف فرانك في الشهر انشرط عليك من دابا. الله يا ودي وإذا كان شي حاجة مزيونة نعطيك التسبيق كاع، نعطيك حتى 6 شهور و 7 شهور وحتى نعام نقدر نعطيلك، ما عنديش مشكل غير يكون متعنقي ومزيون. الله يا ودي أنا والله ما نصيب حالك أنت نجارة ديالنا وعشنا معاك وعرفناك اش كتسوى وكل شيء. إيوا الله يرضى عليك يا موسى الله يرضى عليك. أجي باباك كيف لقاش نيتو مزيان دابا؟ هذيك الطيحة اللي كان طاح عليها السرسر الطهر ديالو الجبرات والو. ودي ما تفكرنيش في ديك الشيء هذاك والله العظيم الا كانت تألم خليها على الله وصافيها وجالس في الركنه. ايوا النهار اللي زطان في العجين وزهق رجلو جاوب فوق وراسو جا في القاع. خليها على الله وصافي. هيا الوالده بوبري هاي معاه تما في الدار، دخل خرج انت عارفه ديك الشيء بنادم كبير ملي كيطيح ومشكله. يا سبحان الله العظيم لا يقولا بلا حشومه، يعني الهضره اللي كانت دايره في الحومتين قال لك السي مفتاحي اللي عجن الخبز برجلو. ايوا ها هو اعترف ابني قدامي. ما سمعتكش يا تجاره شني؟ ايه كنت لا ندعي معاه موها لا ندعي معاه مسكين، الله يوقف معاه الله يعطيه وقفه صحيحه مسكين. ايه واش غادا قي الوالدين هما هادو؟ ايوا شني نمشي ونشوفو الدار. أشوف أوليدي شوف الزربة ما عندك علاش دقيها؟ الدار ما لا دروشي صافي حنا تكلمنا وقلنا شني كاين العشية إن شاء الله دور. دابا أنا خصني نمشي نسوق الحوت ونهبط من الدار نقي الغدا، بنتي موظفة خصها تتغدا وتدور حالا الوظيف. إيوا ما يمكنش يعاود ما نقي ولا شي الغدا. إيوا والله ينعس الشيطان وصافي. أنا كنت عوال زعما نكري ابتداء من هاد الليلة هادي باش نبات باش لا غدا ونبدا عاود في الشغل في المحل ديالي الإصلاح ودخل المواكب نتينا عارفة شني كاين. إيوا ولكن ماشي مشكلة نطلع نبات هاد الليلة في تطوان، ولكن غدا إن شاء الله في الصباح مع هاديك العشرة ندق عليك. إيوا ونشوفو المحل وإذا عجبني وتفاهمنا صافي تبارك الله.